سكاني نص نصو يعني تمن عدد الدب هاي الانتيريا سكاني نص نصو واو تقول كذا انتيريا سكاني نص ومدياس سكاني نص خوش معناتها اكل ترانك راح تلقى الابر ترانك والميدل ترانك واللور ترانك بعدين صارت الديفيشنز اللي هي هوسه اللي تصير ورا الكلافيكال ما علينا بيها بعدين راح تبدي تتجمع مره ثانيه احنا شو نسوي ندور على الام بس هذا الام خوش من لقينا الام معناتها كروت اللاترال روت اوف ميديان نيرف والميديال روت اوف ميديان نيرف معناتها هذا الميديان نيرف هذا نعم هذا الميديان نيرف اي اذا هذا هو اللاترال روت معناتها هذا اللاترال كورد معناته تكملت الموسكيلو كيتينوس اذا هذا هو الميديال روت معناته هذا الميديال كور معناته تكملت الانلر وش هذا اللي راح ايش بقى عندنا بوستيرير كور هذا البوستيرير كور بوستيرير كور راح يطلع من عنده الاكزيلري والراديال والراديال بعد اللاترال هذا يمكن هنا مو معنى هسه من عندنا جماعة اللاترال بكتورال والمدري منو؟ اي قبل نروح على اللاترال كورد وين اللاترال كورد؟ قلنا نرجع على الام اذا ضيعنا هذا اللاترال كورد وين اللاترال بكتورال؟ اي شيء طالع من عنده هو راح يصير اللاترال بكتورال يمكن هذا مو؟ لا هذا مو اي هذا شنو اسمه؟ لاترال بكتورال نور اي ليش؟ لان جاي من اللاترال كورد لان هو الوحيد السايد برانش من اللاترال كورد هذا اما البقيه في ترمينال برانش اللي احنا اشرنا عليها هذا ارتري ورا السكانينس انت ورا السكانينس انتيرا مصر فاذا هو ارتري الاكزيلر ولا غيره السبك ليفيان لان بعدها ما عبر منطقه الكسر بدنا باشكو لو لقيت التفت شي ناس هذا مبين اكثر هذا صاير قبال السكانينس انتيرا مصر هذا السبك ليفيان لا سوى مشروع لنا سوى حسين جار المشروع بدي بس السبك ليفين هذا السبك ليفين فين مو حسين جار المشروع بدي بجد هذا قليل كلش شو راح هنا عملت بلك استنسى كومباكت